تصعيد كبير شهده هذا اليوم كان زاخرا بالقذائف المطلقة، إن كان من جنوب لبنان أو حتى من المدفعية الإسرائيلية والمقاتلات الإسرائيليات. آخر الأحداث كانت الرشقة الصاروخية التي وصلت حيفا وخليجها والكريوت، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة شخص إصابة طفيفة. سبق ذلك رشقة صاروخية كبيرة أيضا وصلت إلى الجليل الغربي والجليل الأوسط، لكن لم يتم الإعلام عن أي إصابات لأن هذه المناطق هي مستوطنات وفيها تجمعات عسكرية. إذا كان هناك إصابات أو قتلى فمن الطبيعي أن الجيش سيتكتم على هذه الإصابات ومن ثم يعلن لاحقا عنها. قبل ذلك سبق قصف بصاروخان لمستوطنة المطلة في إصبع الجليل، أسفر هذا القصف من حزب الله عن مقتل 6 أشخاص، كانوا 5 وأحد السادس كانت إصابته خطيرة لكنه قتل متأثرا بجراحه. 8 قتلى إجمالي عدد القتلى، معظمهم من المستوطنين وهناك بعض العمال بينهم. الضربات الصاروخية من جانب حزب الله ربما تكون انخفضت نسبيا، يعني نحو 70 أو 80 صاروخ، لكن الصواريخ نوعية تصل إلى مناطق بعيدة وتكون ضرباتها دقيقة، إضافة إلى المسيرات التي أعلن دوت صفارات الإنذار في مناطق كثيرة في شمال إسرائيل، يعني حذرا من تسلل المسيرات، لكن بالأمس كان هناك دخول لمسيرات، إسقاط بعضها، وصول بعضها إلى مناطق تصنيع عسكري، إلى أسواق، إلى مناطق في نهارية وعكا وحيفا، إلى القساريا مكان إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي. هناك تصعيد كبير، وأيضا الجيش الإسرائيلي يستخدم المسيرات في استهداف يعني من يقول بأنهم مقاتلي حزب الله داخل الأراضي اللبنانية، ويدمر منازل وأحياء كاملة، ويقول بأنه يدمر أنفاق ويستحوذ على أسلحة. هناك تصعيد كبير بالفعل، لكن المسيرات بات لها مجددا دور كبير. الجيش الإسرائيلي أعلن عن أنه سينشر جنودا، وذلك لفشل الدفاعات الجوية باعتراض المسيرات لترقب دخول أي مسيرة، ومن ثم إعطاء إشارات للأجهزة للتعامل مع هذه المسيرات.